لا يصفق. أنحني للبكاء السعيد على حجر أمي مثلما ينحني الماثلون أمام الملوك، وكما يرفع الأمراء عن الرأس تيجانهم سأرفع القلب قبعة في الهواء. 30 عاما وأحبو على ذكرياتي وأرضع من هدهدات النساء. أنحني للسهاد النبيل على وجه أمي، لارتعاش المساء على خدها مثلما ينحني النبلاء. أنحني لليدين اللتين تدسان لي في حقيبتي المدرسية كل شروق فطائرة محشوة بالدعاء. أنحني للندى الليلكي الذي يتساقط من كفها في يدي قروش صباح، أهتف بالهوى المستباح وبكل الذين يحطون على قلبها كالفراشات فوق صحون العسل قبل تنمو من قبل، وفؤادي أشعلته للتي علمتني الرجولة. أمي كيف أشرح حبي لها؟ هي مسألة مستحيلة. أنحني للنساء الحوامل والمنجبات عيالا كثيرة رغم أنف الحكومة. أنحني للأمومة. نصحوني زمان قالوا لي اوعى تقول بتاع ايه هيرفضوك من الاعلام، انت ضد تنظيم الاسره. لا طبعا، المعنى المجازي هنا القضيه اكبر، يعني القضيه اكبر، الادب والشعر مجاز. ما حدش بيصدق القصيده اللي جايه دي اللي مش عارف. رجل بلا ماض، انا رجل بلا ماض، ولي أحلامي الكبرى بأن تغتالني امرأة خرافية وأن أمشي فتبعني عشيقات صغيرات وأشجار ملونة وأنهار وأغنية، وأن أغدو حديث الناس تظهر صورتي في الصفحة الأولى من الصحف الصباحية، يطاردني أناس لست أعرفهم بأسئلة فضولية فأدرك أنني خطر على عصر الألاعيب الغرامية. أنا رجل بلا ماضي وأجلس خلف طاولتي كرسام فرنسي وأرسم خيمة صحراء نارا من رماد الجاهلية، لعل الله يرزقني سداجة قيس وأنثى في جمال العامري. تريريرا تريريرا، على أنغام كونشيرتو سأبدأ رقصتي الأولى مع البنت الخيالية. تريريرا تريريرا، على صوت حريري نقشت عليه عنواني وأشواق الطفولية سنعبر نحو جنتنا فضاءات ملونة وأكوانا بدائية. أنا رجل بدائي وأبدو مثل حطاب تحرق شوقه يوما إلى امرأة حريرية. أنا رجل رومانسي وأحيا عصر أدمغة مبرمجة بأفكار صناعية وأسكن في انقلاب عاطفي وتسكنني مغامرة جنونية. فهل أنثى مغامرة ستترك خلفها الدنيا الزجاجية وتسبقني إلى الغابات والوديان لنبدأ صفحة الأولى من الدنيا الحقيقية؟ تريريرا تريريرا. أنا هقول الحالة الشعرية بتاعتي علشان أسيب بقى لمصطفى السعداني ومحمد الشهاوي والأستاذ محمد كمال يبدعوا. عندي تجربة جديدة اسمها مدونات شعرية، يعني هي متحررة شوية من الشكل التقليدي للكتابة. يعني أينشتاين يحسدني لأنني سافرت في عينيك واكتشفت الضوء قبله، ونيوتن حاقد علي جدا لأنني أكلت تفاحة الجاذبية وانخطفت في عينيك قبله، وأرشميدس يلعنني في سره 1000 مرة لأنني صرخت وجدتها وطفوت فوق وسادة من ماء عينيك قبله. مساكين جدا ولو اقتربوا منك لانقلبوا إلى أشياء عجيبة، أرشميدس إلى فراشة من الإسفنج، ونيوتن
إلى مغناطيس طائر، وأينشتاين إلى قنبلة نووية لا تعبط. أنت يا حبيبتي امرأة أسطورية، حولتني طبقا لقوانين النسبية إلى انفجارات ضوئية وموسيقى. أحب أصدقائي الحمقى وأحن عليهم. أحب ديوجين ومصباحه المضيء في وضح النهار باحثا عن لا شيء والناس يسمعون ويضحكون. أحب غاندي بملابس الإحرام وهو يحج إلى الثورة ويهزم التاج البريطانية باللا مبالاة باللا شيء والناس يعجبون ويضحكون. أحب مصطفى كامل ولولواته الجميلة لو لم أكن والناس يعجبون ويضحكون. أحب السادات وهو يرفض الانبطاح أمام الطيور السوداء في المشهد العظيم والناس ذاهلون لا يبكون ولا يضحكون. أحب نجيب سرور الصدمة وألعن من كفروه وهو يصلي على سجادة الحرية والناس يقرؤون ويعجبون. أحب شعبان عبد الرحيم بأزيائه العجائبية وهو يفضح زيفنا ويغني هيه والناس يعجبون ويضحكون. أحب أصدقائي الحمقى جميعا والمجانين وأخجل من نفسي لأنني عاقل جدا. جوائز: جائزة الإسكندر الأكبر من فتوحاته بعوضة الملاريا، جائزة صلاح الدين من حط طينه نجمة داود، جائزة عبد الناصر من قوميته العربية سكتة قلبية، جائزة هولاكو من اكتساحاته المدمرة لعنة مكتبة تحترق، جائزة نابليون من حملاته الأسطورية فرانكوفونية شريدة، جائزة سيد درويش بعد كل نزقه الموسيقي لقب شيخ، جائزة شجرة الضر من صولجان الدولة الأيوبية قبقاب خشبي. وبعد كل ذلك تحدثونني عن أكاليل الغار والفخار، دعوني أدبر حالي فالدائنون من خلفي يهرولون في إثري. قصيدة أخيرة: تقرير حالة. رجل أحمق وسيامي ولطيف أطلق 7 رصاصات في قلب امرأته، والتقرير الطبي يقول انتابته اللوثة بعد تعاطي كم من نشرات الأخبار، إذ قال لزوجته وهو يحاورها: صدق الساسة والأحبار، ستعود القدس إلينا دون حروب دون دمار. في لحظة صدق قالت: أنت حمار.